حياكم الله مشاهدينا بكل خير. حوار الأسبوع من إمارة الشارقة. الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية 2014، وسنكون مع شخصية تجمع بين الشغف للثقافة وإدارة الأعمال. ضيفنا لحوار الأسبوع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، والذي يحتل العديد من المراكز، في مقدمتها المراكز الثقافية، فهو رئيس مركز الشارقة الإعلامي وأيضا رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، إضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس النفط. مرحبا بك شيخ سلطان، وكثير بشرفنا أن حضرتك تستقبلنا هنا في هذا المركز الجميل، يعني مركز الشارقة الإعلامي. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. لنتكلم بدايتان، يعني باعتبار أن الشارقة تحتل في 2014 لأن تكون العاصمة للثقافة الإسلامية، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الإطار؟ يعني الثقافة الإسلامية، ما الذي يمكن أيضا أن يقدم في خلال هذه الفعاليات؟ أعتقد أن الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية، هذا اللقب الشارقة تستحقه من زمان، كون الشارقة ركزت على الثقافة وعلى تطوير الثقافة في الإمارة، سواء من معارض كتب أو من فعاليات أو من مهرجانات ثقافية. الشارقة يعني ركزت على الثقافة وعلى الدراسة والتعليم وعلى هذه الأشياء التي تفيد الفرد أكثر من أي شيء آخر. يعني أنت تراها أنها مسيرة، هي مسيرة طويلة. مسيرة طويلة بدأت لها كثير من البنى التحتية القوية. أكيد يعني صاحب السمو حاكم الشارقة منذ توليه الحكم وهو يمشي في هذه الخطى، يعني الثقافة والتعليم هي الأساسيات التي ترتكز عليها إمارة الشارقة. ونحن نشاهد يعني خلال تجوالنا في إمارة الشارقة، سواء من متاحف، سواء من معارض فنية، مهرجانات سنوية ثقافية، يعني إمارة الشارقة فقط تحتوي على فوق 20 متحف. لو قارناها بدولة الإمارات، دولة الإمارات ككل بدون إمارة الشارقة لا تحتوي على 20 متحف. طيب ما الذي يميز يعني أن يكون لدينا فعلا في إمارة واحدة 20 متحف؟ ما الذي يمكن أن يميز بينهم؟ يعني هل هناك خصوصية لكل متحف عن الآخر؟ أكيد كل متحف يختلف عن الآخر، يعني هناك متحف للحضارة الإسلامية، هناك متحف للفنون، هناك متحف للتاريخ، المتحف العلمي، متحف كثيرة. لكن توجه إمارة الشارقة هكذا، يعني نحن نعيش في دولة الإمارات بطريقة يمكن تختلف عن الأماكن الثانية. كل إمارة تختص بشيء معين تبرز فيها، فنحن في إمارة الشارقة نفتخر أن نكون يعني بارزين في المجال الثقافي. طيب لنتحدث أيضا عن الإمارة فيما يتعلق بالخطط الاستثمارية لإمارة الشارقة، يعني عدا عن الثقافة، هل لديها يعني خطط لتنويع مصادر دخلها ربما من قطاعات أخرى؟ يعني نعلم أن لديها يعني بعض الاهتمام أو لديها اهتمامات بالنسبة لقطاعات لها علاقة بالنفط والغاز وما إلى ذلك. ما هو الجديد الذي يمكن أن يعني تجهزه هذه الإمارة للمستقبل؟ أعتقد أن إمارة الشارقة يعني مثل ما ذكرنا تحاول أن توازن بين الجميع، بين الأمور التي تصرفها على الثقافة وعلى العلم وعلى المعرفة، وبين استقطاب رؤوس أموال بحيث أن تستفيد منها ليس فقط الإمارة ولكن القاطنين في إمارة الشارقة. فمن وجود يعني مناطق حرة في إمارة الشارقة، من وجود مطار، من وجود مناطق صناعية، يمكن إمارة الشارقة تعتبر من أكبر إمارات أو أكبر إمارة في دولة الإمارات لديها مناطق صناعية تحتل تقريبا حوالي أكثر من 45% من الصناعات في دولة الإمارات هي تأتي من إمارة الشارقة، أكثر من حوالي 20 منطقة صناعية في إمارة الشارقة. كل هذه الأمور تصب في مصلحة الاستثمار في إمارة الشارقة. طيب مستويات النمو المتوقعة ربما للإمارة، يعني حتى مداخيلها من أين تأتي بشكل رئيسي؟ تنوع المصادر، يعني يمكن نلاحظ أن إمارة الشارقة تنمو بطريقة تدريجية، يعني لا نحاول أن نقفز قفزات كبيرة ولكن بالتدريج، بحيث أن هذا النمو يكون نمو صحي، بحيث أن الإمارة تكبر مع، يعني لا نستطيع أن نبني الفنادق ونبني المستشفيات وهذا كله وفي النهاية لا يوجد شارع يعني يصل لهذا، فيجب أن تتكامل هذه الأمور كلها، تنمو الإمارة بطريقة استراتيجية معينة بحيث أن كل الأمور تصب في محلها الصحيح.
فالحمد لله نمو إمارة الشارقة يعني يمكن أدى إلى أيضا خروجها من الأزمة الاقتصادية بدون أي ديون، يمكن تعتبر من أحد الإمارات التي لم يكن عليها ديون. بالعكس نحن لاحظنا وقت الأزمة الاقتصادية بدأ هناك صرف على البنية التحتية، وبدأ هناك صرف على المساكن، وبدأ مؤخرا دفع ديون المديونين في إمارة الشارقة. فهذه كلها يعني وضعت أو وجدت لأن كانت هناك استراتيجية معينة للنمو بطريقة صحية. طيب كيف تجنبتم فعلا أن يعني أن لا تدخلوا بنفس الإشكاليات التي دخلت إليها كثير من الحكومات ربما في المنطقة العربية وحتى في العالم بأوقات الأزمة؟ نعم، ربما يعني لا أستطيع القول أن إمارة الشارقة لم تمر بمثل هذه التجارب، لكن تجربتها في هذا المجال كانت مخففة، يعني مخففة بالكثير، يعني لدرجة أن يعني وقت خروجها من أو وقت الأزمة كان مثل ما ذكرت كان هناك مبالغ تصرف على البنى التحتية. نعم، وكان هناك ثقة من البنوك أيضا بإمارة الشارقة، بحيث أن هناك البنوك فتحت أبوابها لإمارة الشارقة بحيث أن تصرف على البنى التحتية وعلى كل هذه الأشياء. أعتقد هي في النهاية دور المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة وتوجيهات حاكم الشارقة، بحيث أن المؤسسة أو الدائرة لا تكبر أكبر عن حجمها، كل دائرة تخدم بما تستطيع أن تخدمها بدون أن تستغل وجودها كدائرة وتكبر من حجمها. فالحمد لله الخطة كانت ثابتة، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن بسبب نظرة صاحب السمو في البداية وتطبيقها على مستوى الدوائر المحلية وتنوع مصادر الدخل. يعني نحن لا نعتمد 100% على النفط، خلينا نقول نعتمد أيضا على الجمارك، نعتمد على الدوائر مثل الدائرة الاقتصادية، حتى من جانب السياحة، حتى من جانب الدائرة الثقافية تستقطب أشخاص من الخارج بحيث أن يستفيدون من زيارتهم لإمارة الشارقة، سواء من معرض كتب، من كل هذه الأشياء تصب في هذه المصلحة بحيث أن تتكامل الأدوار ولا يعني يأخذ شيء من نصيب الآخر. يعني هذا بيدخلنا أيضا لسؤال فيما يتعلق ربما بالمعايير والتشريعات التي يمكن أن تتحكم بها الإمارة أو الجهات ربما المسؤولة في الإمارة لأن تبقي مستويات كفاءة معينة بالنسبة للتعليم والثقافة. أكيد، يعني في مجال التعليم مثلا هناك كفاءات عالية، هناك كفاءات ليس على مستوى المدرسين فقط ولكن أيضا على مستوى الطلبة، فالطالب يجب أن يصل لمجموع معين ولا لا يدخل الجامعة. يعني ليس هناك استثناءات، ليست هناك أي خلينا نقول يعني واسطات أو أي، نعم. أي، فبالعكس الطالب يدخل الجامعة بمجموعة وهناك أولويات يستطيع هذا الطالب أن يحققها يدخل الجامعة. لا، هذا بس في مجال الثقافة يعني أو في مجال التعليم، لكن أيضا في المجالات الأخرى نحاول أو صاحب السمو يركز على أن تتميز الشارقة في المجالات الأخرى. فالحمد لله نحن في مجال في مثلا قبل شهرين تقريبا أو شهر وشوية دائرة المالية المركزية أيضا أعلنت عن تصنيف إمارة الشارقة ب A و A بلس، والذي يعني يدل على أن الإمارة تخطو خطوات ثابتة في المجال المالي. يعني هذا أيضا يؤكد لنا أن الشارقة توازن بين الاقتصاد يعني بين التكلفة والإيرادات، يعني بين المصاريف التي تستلزمها ربما الدخول في هذه المشاريع التي يعدها يعني الأكثرية وحتى في الشأن الاقتصادي يعدونها إلى حد ما يعني مردودة ضعيف. صحيح، لكن صحيح. بالإمكان فعلا المردود المادي ضعيف، نعم، لكن مردود إنساني ومعنوي يكون أقوى أكبر بكثير. نعم. طيب ما الذي تتحضر له الشارقة أو تحضر له كمفاجآت يعني من نشاطات فعاليات كعاصمة للثقافة الإسلامية؟ نعلم أنه سيتم الإطلاق ربما هذا الأمر في شهر مارس آذار إن شاء الله. ما الذي يمكن يعني خلينا نستبق الجميع ربما بمفاجآت معينة؟ نحن إن شاء الله خلال هذه السنة راح يكون هناك أكثر عن 24 مشروع. يعني هذه المشاريع وضعت
لحاسمة الثقافة الإسلامية. وهذه المشاريع كما تفضل صاحب السمو يعني وجهنا بأن تكون هذه المشاريع مشاريع دائمة وليست يعني مشروع فقط لهذه فقط السنة للسنة أو لا، هذا مشروع قائم. يعني مثلا الجامعة القاسمية إن شاء الله على بدايات أو ما بعد الصيف إن شاء الله راح تفتح أبوابها. فهذه جامعة وجدت لأن شارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، لكنها لأنها جامعة سوف تستمر بتخريج الطلبة بالشأن الإسلامي، يعني سوف يكون لها اختصاص فقط بالشأن الإسلامي. نعم هذه الجامعة. نعم نعم. نعم. وهناك مشاريع أخرى كثيرة، يمكن أبرز المشاريع اللي هو مسرح حديقة المجاز أو عفوا مسرح جزيرة المجاز. نعم. مسرح جزيرة المجاز راح يكون عليه العرض الأول ل الاحتفالات الشارقة بعاصمة الثقافة الإسلامية، وهذا العرض إن شاء الله يعني راح يكون رسالة إمارة الشارقة إلى العالم أجمع عن السيرة النبوية، عن ديننا الإسلامي. لم نحدد بالضبط يعني التفاصيل، لكن هذه الرسالة تخرج من إمارة الشارقة وهي سوف تكون الأكبر على مستوى العالم إن شاء الله في هذا المجال. سعة المسرح، يعني هل أنا بتفاصيل عن هذا المسرح؟ يعني باعتبار أنه هذا كمان حيكون شغف لكثير من الناس يتابعوه. المسرح يعني إذا نفتح أبوابه بالكامل يستطيع أن يحمل حوالي 4500 شخص، وهو مسرح مفتوح، ومن الآن نستقطب العروض العالمية وإن شاء الله راح يكون على مستوى عالي. فقط للفعاليات الإسلامية أم يمكن لأي فعالية ثقافية وفنية حتى أن تعرض فيه؟ نحن يعني نقول عاصمة الثقافة الإسلامية، والثقافة الإسلامية يعني معنا أبوابها مفتوحة. نعم. يعني ولكن هذا المسرح مثل ما ذكرت يعني هذا شيء دائم، قد نفتتح به أيام أو نفتتح به عاصمة الثقافة الإسلامية، لكن هذا يدوم وتستمر العروض عليه سواء من داخل الدولة أو من خارج الدولة، ونتعاقد مع كبرى الشركات إن شاء الله لإدارة هذا المسرح وجلب العروض الكبيرة. نعم. هذا غير الفعاليات أيضا التي ستقام خلال على مدار السنة، فوق 100 فعالية إن شاء الله خاصة بعاصمة الثقافة الإسلامية. فكل هذه تصب في مجال يعني الثقافة. الشارقة كانت عاصمة للثقافة العربية في 98، والآن عاصمة الثقافة الإسلامية. السنة القادمة إن شاء الله عاصمة السياحة العربية. عظيم. ونحاول إن شاء الله كل سنة يكون هناك شيء جديد لإمارة الشارقة. طب ماذا عن البنى التحتية؟ هل استلزمكم الكثير من ربما أن تخططوا لبنى تحتية، بناء طرق ربما أو حتى منشآت أو مراكز لتتناسب أو تتواكب مع الشكل أن تكون الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية؟ أم برأيكم أن الشارقة هي تحمل هذا الطابع، ليس من الضروري أن نضيف عليها أشياء أخرى؟ نعم، الشارقة يعني كانت ولا زالت عاصمة الثقافة في دولة الإمارات، ويعني حتى الكل يذكر أن إمارة الشارقة كانت أو كان لديها دائرة الثقافة والإعلام التي تضم فعاليات وعدد موظفين أكثر من وزارة الثقافة سابقا يعني. وهذه الدائرة يعني بها حوالي 5000 فعالية على مدار السنة، فيمكن أكثر دائرة تعمل خلال السنة هي دائرة الثقافة والإعلام، كون صاحب السمو مهتم بهذا الجانب يعني. لكن أيضا لا نغفل عن الأشياء الأخرى، فسواء من الطرق أو من البنى التحتية، إمارة الشارقة يمكن كونها وسط الإمارات الأخرى، فالقادم من من الشمال إلى الجنوب أو العكس أو من الشرق إلى الغرب يجب أن يمر على إمارة الشارقة، فنحن نستغل وجودهم في إمارة الشارقة يعني طبعا يجب أن تقدم خدمات لهم أيضا من طرق ومن معابر، ولكن أيضا تركيز صاحب السمو في إمارة الشارقة كبير، يعني نرى أنه من أوائل الذين قاموا بالتحدث عبر الخطوط المباشرة في إمارة الشارقة، مثل الخط المباشر، مثل برامج البث المباشر التي تذاع على تلفزيونات وإذاعات الإمارات، فدائما متواصل مع الجمهور، دائما هناك صلة بينه وبين الشعب. يعني آخر قرار كان بتسديد مديونية جميع المديونين في إمارة الشارقة
هناك العديد من الأشياء التي تخرج من إمارة الشارقة ولكنها تختفي لأنها لأن صاحب السمو يحمل بسرعة. نلاحظ أن هناك تفعيل للدور الحكومة في إمارة الشارقة بحيث أن هناك تواصل مباشر بين قائد هذه الحكومة حاكم الشارقة وبين جميع أفراد المجتمع. بالنسبة لأهمية مثل هذا المنتدى، ما الذي يمكن أن يجلبه من جديد على مستوى دول، شركات ربما وحتى أفراد؟ أعتقد أهم سبب لنجاح هذا المنتدى هو تفعيل التوصيات التي خرجت من الدورات السابقة. في المنتدى الأول وفي المنتدى الثاني هناك عدة توصيات خرجت من هذا المنتدى، وكل توصية تم تطبيقها في إمارة الشارقة. نعم، يعني سوف نكون معك مع هذه التوصيات، لكن مضطرين شيخ سلطان أن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا، سوف نكون مع هذه التوصيات التي خرجت من المنتدى الدولي للاتصالات مع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في حوار الأسبوع بعد الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار الأسبوع، وحوار الأسبوع من إمارة الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية في 2014، والحديث يطول مع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وهو رئيس مركز الشارقة الإعلامي، إضافة لتولي الكثير من المناصب الأخرى ثقافيا واقتصاديا. نعود للمنتدى الدولي للاتصالات، نعود إليك شيخ سلطان. يعني كنت ذكرت أنه في توصيات، يعني أهمية المنتدى الدولي للاتصالات بالتوصيات السابقة، وهو الذي جذب الكثير أيضا من العملاء ربما لدورة هذا العام. أعتقد نجاح المنتدى جاء من تطبيق التوصيات. ففي السنوات السابقة هناك توصية مثلا بإيجاد جائزة الاتصال الحكومي، وقمنا بالعمل على هذه التوصية، وفي شهر ديسمبر الماضي كان هناك جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وكان الطلب أيضا كبير عليها بحيث أن كانت هناك لجنة خارجية هي من تقوم بتقييم الأعمال المشاركة. عظيم. والأعمال أتت يعني من دول مجلس التعاون ومن دولة الإمارات، من الحكومات المحلية والحكومات الاتحادية، وكان هناك يعني صعوبة في اختيار الفائزين. يعني كانت كثير متقاربة بالكفاءة. هناك كفاءات كثيرة، لكن هناك جهة خارجية تقوم بهذه الاختيار بهذا التقييم. فنحن نخرج من الحرج، لكن في النهاية يجب أن نطبق مثل ما تم التوصية عليه في المنتديات السابقة، بحيث أن تكون هذه الجائزة خارجة بشفافية، بحيث أن الفائز يستفيد والذي لم يحالف الحظ أيضا يستفيد من التجربة نفسها. خلينا تعطينا ولو لمحة عن ما هو المقصود بأن يكون هناك جائزة للاتصال الدولي. جائزة الاتصال الحكومي أو الحكومي عفوا. نعم، هذه الجائزة كانت يعني عدة أشياء يجب أن يقدم فيها، مثلا هناك أفضل مقال مثلا، أو أفضل برنامج تلفزيوني في مجال الاتصال الحكومي، أو أفضل برنامج إذاعي. فهناك بعض الأساسيات التي يجب أن يتبعها مقدم. يعني الطلب. كيف روجت، يعني بمعنى مبسط أنه كيف روجت الحكومة لنفسها أو لخدماتها وكيف تواصلت مع الجمهور. نعم. بالضبط. فالحمد لله في شهر 12 مثل ما ذكرت تم إطلاق هذه الجائزة، وكانت الحمد لله يعني إطلاقة موفقة، وما زلنا مستمرين على هذا المنوال. إن شاء الله السنة هذه أيضا نقوم يمكن إضافة بعض البنود الأخرى لهذه الجائزة، لكن هذه واحدة من التوصيات. التوصية أخرى كانت باستحداث وحدات اتصال حكومي في دوائر حكومة الشارقة، فقمنا على تطبيق هذه التوصية وطبقناها أولا على مركز الشارقة الإعلامي، بحيث أن مركز الشارقة الإعلامي كون وحدة اتصال حكومي، وهذه الوحدة قامت هي كانت هي همزة الوصل بين الإعلام وبين الحكومة، فكان هناك تواصل سهل بين الحكومة وبين الإعلام بحيث تصل هذه الرسالة إلى الجميع. بعد ما طبقناها على مركز الشارقة الإعلامي طبقناها على 14 دائرة، أو قمنا بتدريب 14 دائرة من دوائر حكومة الشارقة.
هذه ال 14 دائرة بعد ما تم تدريبها تم استحداث الوحدات فيها وتعمل بطريقة ممتازة، والآن ندرب 14 دائرة أخرى، وإن شاء الله خلال سنتين نكون قد غطينا جميع الدوائر ومؤسسات حكومة الشارقة. وهذه الطريقة تكون رسالتنا موحدة، الرسالة التي تخرج من حكومة الشارقة تكون موحدة في المضمون ولكن تخرج من عدة جهات. فهذه أحد التوصيات يعني، ونتمنى إن شاء الله هذه السنة كون المنتدى أصبح منتدى دولي للاتصال الحكومي أن تخرج أيضا بتوصيات الكل يستفيد منها وليس فقط يعني حكومة الشارقة أو حكومة الشارقة. نعم. طيب لنتحدث طبعا عن جانب الاستثماري، كيف يمكن لهذا المنتدى أن يلعب دور ربما في ترويج إمكانية جذب استثمارات أجنبية للدول؟ يعني هل من الممكن فعلا أن تستطيع الدول أن تتخذ من هذا المنتدى منصة لها لتروج ربما لجذب استثمارات لها علاقة بالاتصال الحكومي؟ أتوقع لأن هذا المنتدى هو سيكون به تمثيل حكومي يعني أكيد. رسمي من غير حكومات أخرى. عربية يعني سيكون هناك تمثيل أيضا من حكومات أخرى. هناك دعوات تخرج يعني إلى الجميع، لكن يعني هذه السنة مثلا ضيف الشرف هو ميخائيل غورباتشوف. نعم. فسيكون ضيف الشرف، هناك أيضا رئيس المكسيك السابق راح يكون أيضا في أحد الجلسات، العديد من الأسماء البارزة، لكن نحن دائما نركز على العنوان، يعني ما هو عنوان الجلسة وكيف نستطيع الاستفادة من هذه الجلسة. يعني واضح أنه لديكم هذه الرؤى الاستراتيجية شيخ سلطان فيما يتعلق أنه المنتدى فقط يعني لا يقام كفعالية تبقى بالضبط. فقط يعني في موعد المنتدى، ولكن هناك نوع من الاستمرارية يعني تريدون ديمومة الاستفادة يعني متابعة. هذا المنتدى ليس للشهرة فقط أو ليس للشهرة، هذا المنتدى للاستفادة. نعم. فكل من يعني يحضر هذا المنتدى يستفيد منه، حتى يعني مجال الثقافة، في مجال الاقتصاد، في كل المجالات، ما دام كان هناك تواصل بين حكومة وبين جمهور هذا يسهل عمليات كثيرة، فيستفيد أو تستفيد منها كل الدوائر، سواء كانت دائرة مالية أو دائرة اقتصادية أو دائرة ثقافية أو سياحة، فكل هذه يعني المعلومات تصب في خدمة هذه الدوائر. نعم. طيب هذا على مستوى أيضا يعني المنتدى، وخصوصا عندما نتحدث عن قطاع الاتصال، خصوصا عندما نتحدث أنه كيف الحكومات يمكن أن تروج وتحسن سمعتها، يعني واضح أنه دائما المتبع أو المألوف بالنسبة للحكومات أنه لديها نوع من البيروقراطية، تفاعلاتها بطيئة مع الجمهور. نعم. هل برأيك أنه هذه النوعية من المنتديات سوف تجلب تغير في الفكر الحكومي؟ أنا أتكلم عن الفكر الحكومي العربي. نعم. تقريبا. نعم. يعني لديه بعض الإشكاليات ربما بالتفاعل مع الجمهور. لا أعتقد أن هذا المنتدى سيقوم بهذا الدور بس فقط يعني، لكن هناك أشياء كثيرة تجبر الحكومة على القيام بهذا الدور. هذا المنتدى هو وسيلة للتعلم من هذه التجارب، يعني هو فعلا وسيلة أنه نعم. يعطي ربما نوع من التوضيحات أو ربما خطة طريق للحكومات. بالضبط، يعني الحكومة أصبحت في وقت يجب أن تسابق فيه التكنولوجيا، يجب أن تسابق فيه الجمهور في المعرفة، في الثقافة، في كل شيء. أصبح الشخص هو المراسل وهو المصور وهو نعم. يعني فقط بهذا يعني من أين سنهرب من هذا الشخص المتعدد أيضا المهارات والمواهب؟ بالضبط، حتى بدون مهارات. نعم. يعني شخص بدون مهارات يملك هاتف نقال، خلاص صار هو مراسل، صار هو صحفي، صار مصور، قد تكون الأشياء التي يكتبها حقيقة أو غير حقيقية أو تأليف أو افتراء، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك بالمقابل حكومة تستطيع أن تتابع هذه الأشياء بحيث أن تتفاعل معه. إذا أراد شيء تستطيع أن تلبي الحكومة يعني مراد الشعوب كلها، تستطيع أن تتجاوب مع مشكلة معينة. دائما هناك أساليب كثيرة يعني، ليس فقط عن طريق التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أبسط مثال في إمارة الشارقة في برنامج الخط المباشر على تلفزيون إمارة الشارقة. هذا الخط المباشر برنامج إذاعي يتكلم فيه المذيع ويتصل به الجمهور ليعرض مشكلته،
فهذه المشكلة يحاول أن يحلها المذيع بالتواصل مع الجهة المعنية، دائرة حكومية، شركة. هل تنجح مثل هذه الأمور برأيك؟ والله نجحت، نجحت لدرجة أن قام الجمهور نفسه يهدد الباقين أن سوف أتكلم عنه. يعني دائما صار هو مجال تهديد. نعم. من لكن التجربة الناجحة في إمارة الشارقة أن صاحب السمو حاكم الشارقة قام يعني بدأ هو بالخروج على هذه على هذا البرنامج، هو يحل المشاكل على هذا البرنامج. فإذا كانت هناك مشكلة مستعصية يعني صعب حلها في بعض الدوائر، نرى صاحب السمو على الخط يتصل بالخط المباشر ويتكلم ويحل هذه المشكلة. نعم. هل هو مربح؟ يعني دائما باعتبار يعني نحن نتكلم بالشأن الاقتصادي والكل يهتم، يعني الإيرادات، يعني صحيح أن هناك اهتمام بالشأن الثقافي، لكن كم هذه الثقافة تكلف أكثر مما تعطي مردود؟ هل يعني هل وجدتم توازن أو يعني بالضبط. توازن لهذه المعادلة؟ هو بالضبط، يعني هذا يجب أن يكون في منذ البداية، يجب أن يكون هناك توازن بين ما تصرفه الإمارة على المتاحف، على المهرجانات الثقافية، على التعليم، وبين ما تصرفه على البنى التحتية للإمارة. لكن وجهة نظرنا أن الفائدة تأتي أكثر من الصرف على التعليم وعلى الثقافة، لأن هذا مردودها قد لا نراه يعني في السنوات القريبة، لكن على مدى أبعد. نعم. مدى أعوام تظهر هذه. نحن نشاهد يعني الجامعات في إمارة الشارقة على سبيل المثال، يمكن من أفضل الجامعات على مستوى المنطقة الجامعة الأمريكية وجامعة الشارقة، وهذه الجامعات تخرج بالآلاف، والطلبة ليسوا فقط مواطني دولة الإمارات ولكن على مستوى دول مجلس التعاون وعلى مستوى العالم أيضا، وتحت المراكز عليا. فهؤلاء الطلبة الوظائف تأتيهم قبل التخرج، ففي معارض التوظيف هناك شركات التي تبحث عن خريجي الشارقة تحديدا، يعني جامعات الشارقة، جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، فهؤلاء وظائفهم تأتيهم قبل الدخول في عالم الوظائف. أشكرك شيخ سلطان، أشكرك أيضا على سعة صدرك وعلى كل التفاصيل التي أعطيتنا إياها. شكرا لك. أهلا بك. ومشاهدينا نأتي إلى ختام فقرات حوار الأسبوع، والذي كان مع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وهو رئيس مركز الشارقة الإعلامي، إضافة إلى ترأسه لمؤسسة الشارقة للإعلام، وأيضا وهو نائب رئيس مجلس النفط. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حوار جديد.